اختتمت البطولة الرمضانية الخاصة برواد الرياضة في تكريت، والتي جمعت ألمع نجوم المحافظة السابقين والذين ما زالوا يقدمون خدمة كبيرة لقطاع الرياضة، وبمشاركة مجموعة من فرق أحياء المدينة. المزيد في سياق التقرير التالي. وسط أجواء تنافسية تغمرها المحبة وتعيد إلى الأذهان ذكريات الماضي الجميل، عمل المنظمون على إعادتها في بطولة رمضانية لكرة القدم جمعت رواد الرياضة في تكريت، قدموا فيها أداء متميزا بهذه البطولة أسعد الجماهير الحاضرة. رواد كرة القدم في صلاح الدين اليوم يشاركون في هذه البطولة الرمضانية اللي يقيمها الفرق الشعبية ومنظمة المجتمع المدني في تكريت لهذه البطولة. هي أيضا رسالة في أن هذه المدينة حاضرة بمختلف أنشطتها خصوصا في هذا الشهر الفضيل. التنافس اليوم عالي، متعة للجمهور الحاضر أيضا يتحقق هذا اليوم. طبعا هاي بطولة الرواد اللي يقيموها كل رمضان ان شاء الله، هي تجمع يعني كل الرياضيون القدامى اللي مارسوا كرة القدم واللي خدموا محافظة صلاح الدين في بعاد كثيرة، وهي بطولة مودة ومحبة ونتلاقى بعد. يعني تدري يا استاذ ياسر، كل واحد تارك صار له تقريبا 15 سنة 16 سنة، هي محبية. ونتمنى ان شاء الله من المنظمين ان شاء الله كل رمضان يقيمون هاي البطولات، وان شاء الله يأمن الأمن والأمان لمحافظتنا محافظة صلاح الدين والعراق اجمع ان شاء الله بهذه الأيام الأشراف ان شاء الله. المشاركون في هذه البطولة عبروا عن سعادتهم الغامرة في هذه البطولة التي أتاحت لهم فرصة لتكون ملتقى للمحبة والعطاء، كما أنها تحمل الرسالة بأن تكريت زاخرة بالمبدعين وتنعم بالأمن والاستقرار. بطولة يعني جيد جدا يعني الحقيقة، ومنظم الدورة يعني والحكام وبعض اللواعيب، والحمد لله يعني بطولة يعني ناجحة يعني من كل الأحوال ناجحة. بطولة يعني تجمع اللاعبين بخاصة الرواد يعني اللي مثلوا نادي صلاح الدين والأندية الأخرى في المحافظة. بطولة إن دلت على شيء إنما تدل على أنه مدينتنا الحبيبة تكريت تنعم بالأمن والأمان، وبطولة تجمع خيرة لاعبي محافظة صلاح الدين وبالذات يعني قضاء تكريت. الغاية الأساسية هي أنه تجمع كافة الرياضيين في المحافظة الرياضيين، ونكتشف عن طريق هذه البطولة المواهب أيضا فيما يخص طبعا فئة الشباب، ونتمنى أن يعني تتكرر مثل هكذا بطولات في مدينتنا العزيزة تكريت. بطولة رمضانية جمعت رواد الرياضة في مدينة تكريت كان عنوانها الأساس العطاء وليس العمر، هو عنوان الإبداع والاجتهاد والتفوق. ياسر عدنان، قناة صلاح الدين الفضائية، تكريت.